تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالأوضاع في العراق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى مراقبون أنها تحمل رسالة عدم ثقة بزعماء العملية السياسية في العراق، ومنهم رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالية لإيران محمد الشياع السوداني، وتؤكد أن العراق يعيش ما يصفه المراقبون بالهدوء السياسي الخادع. البيان الذي رافق قرار التمديد ونشره موقع البيت الأبيض قال إن هناك عقبات لا تزال تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وبحسب قرار التمديد فإن هذه العقبات تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قررت استمرار حالة الطوارئ المعلنة فيما يخص استقرار العراق. القرار تزامن مع تصريحات للسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي قالت فيها إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها ميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادتها للدولة. وشددت رومانوسكي على أنه مهما تكن طبيعة علاقة رئيس الحكومة مع الميليشيات، فإن الهدف يجب أن يبقى منصبا على ضمان تمتع العراق بالاستقرار والأمن، وهذا ما يجب تحقيقه من قبل السوداني. ويرى سياسيون أن القرار الأمريكي بشأن العراق يحمل تحذيراً جديداً لحكومة الإطار التنسيقي من مغبة تعمد تجاهل العقوبة الأمريكية المفروضة على طهران، كما يحذر من استمرار التجاهل وتبعاته على الأوضاع الاقتصادية والسياسية العراقية التي تعاني من جملة أزمات تتفاقم يوماً بعد آخر.